السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو المتكامل عن زراعة الطماطم اللي ما شافه راح يطلع عندكم رابط فوق في الشاشة، تكلمنا عن بذور الطماطم الأصيلة والمهجنة اللي هي F1 Hybrid، مثل ما احنا شايفين مكتوب على هذه F1، فنعرف ان هي هجينة ان هي مهجنة. قبل لا نتكلم عن موضوع الفيديو دي راح اعيد بالاختصار السريع شنو هي البذور المهجنة. البذور المهجنة معناتها ان الرحيق المأخوذ من نبتة الطماطم الأب من فصيلة مختلفة، والطماطة النبتة الأم اللي راح تحمل الثمر هي من فصيلة ثانية، فنميز بين التهجين والتطوير الجيني. التطوير الجيني شيء مختلف، إنه يصير في تلاعب في جينات النبتة نفسها، النبتة الأم يصير في تلاعب في جيناتها ومن رحيقها نفسها هي تتلقح، ولكن النبتة نفسها في تدخل إنساني في جينات النبتة، فهذه مختلف. التهجين شيء طبيعي ويسوونه على أساس أنه ينتجون بذور أقوى وإنتاجها بالشكل اللي يبغونه على أساس أنه للبيع أو الاستخدام التجاري. فالهدف من هذا الفيديو، لأني أحصل أسئلة كثيرة، هل البذور المهجنة ممكن أنا أحفظ منها؟ هل ممكن أستخدمها؟ نعم، البذور نفسها ممكن أن أنا أحفظها وأرد أستخدمها الموسم الجاي، ولكن الشيء الوحيد أن أنا ما راح أحصل على ثمر 100% مثل ما كانت النبتة الأم تعطيني، لأن هي أول جيل مهجن. F1 يعني أول جيل مهجن. ففي هذه التجربة اللي راح نسويه أن راح أخذ هذه البذور، راح أزرع هذه الطماط اللي هو سويت مليون، وراح لما إن شاء الله تكبر النبتة ونشوف ثمرها راح نرجع لها ونصورها مرة ثانية ونشوفها في الفيديو. فما راح أطول عليكم الفيديو بأراويكم طريقة بذر الطماط وكذا، هذه راح يطلع أيضا عندكم رابط للفيديو اللي يتكلم عن كيفية بذر بذور الطماط، ولكن راح نرجع للنبتة لما تكون مكتملة النمو والثمر موجود، وراح نتذوق الثمر ونشوف ونرجع لها بعد ما تنتج وتكبر، وراح نواصل التجربة بأن احنا ناخذ البذر من الثمر من هذه الثمر وراح نبذرها السنة الجاية والسنة اللي بعدها ونشوف كيف التغير يصير. فراح يصير في قفزات في الفيديو، ولكن على أساس بس أختصر الفيديو ونشوف النتائج على مر السنين إن شاء الله في شكل مختصر. الحين احنا مثل ما احنا شايفين احنا في اول فبراير، شهر فبراير شهر 2، وفي عندي ثمر ناضج. راح ناخذ بعض القياسات وراح نتذوق راح اتذوق الثمر وراح اعطيكم رايي في الثمر، بس علشان نقدر مستقبليا نقارن لما نزرع بذور هذه الثمر ونحصل الاف 2 على اساس نقدر ان نقارن مع الاف 1 والاختلاف اللي صار مع الاف 1. فنلاحظ هني هذه عندي عذق واحد من الطماط، فنقول تقريبا طول العذق تقريبا 35 سنتي او 14 بوصة، 36 سنتي او 14 بوصة تقريبا. فاللي راح اسوي راح احصد الطماط الاحمر وراح نتذوقه وراح احفظ البذور منه على اساس نقدر نستزرع الاف 2 او اللي هو الجيل الثاني من هذه الطماط الموسم الجاي ان شاء الله، وراح نتابع هذه السلسله الى نشوف الجيل الثامن من هذه الطماطه شنو يطلع وشنو يرجع منه من صفات اصليه من احد الام او الاب اللي بدا في تهجين هذه الطماطه. فنلاحظ عندي هذه الثمر اللي حصدته من النبتة في هذه المرة، مثل ما احنا شايفين في عندي ثمر صايد انشقاق، هذه راح استخدمه حق البذر، وعندي البقية بعد هذه من شقة او من فلقة، فعندي بعضهم سليمين راح استخدمهم، ولكن اللي من فلق راح استخدمه للبذور اغلب الظن. واللي حاب يعرف طريقة حفظ بذور الطماطم راح يطلع عندكم رابط في أعلى الشاشة للفيديو اللي يتكلم عن طريقة استخراج وحفظ بذور الطماط، لأنها شوي تختلف عن بذور الفلفل والنباتات الثانية. فراح أتذوق هذه وراح أعطيكم رأيي عنها، أغسلها أول على أني ما أرش النباتات أي مبيدات كيماوية
مجرد استخدم لها زيت النيم. فعندي هذه راح اتذوقها واعطيكم رايي فيها. طعمها جدا 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 غني، يعني طعم الطماطم فيها غني جدا، فيها بعض طعم يعني الحلاوة أو السكر واضح شوي فيها بعكس الأنواع الثانية، ولكن مو بشكل يعني مزعج أو إنه يضايق أو إنه يكون غريب، بالعكس لها لذة يعني مميزة، ولكن طعم الطماطم فيها نكهة الطماطم قوية جدا فيها، فنكهتها ممتازة كنكهة. فراح نستزرع البذور إن شاء الله، وراح أضيف الفيديو من الموسم الثاني إن شاء الله إذا الله أحيانا معاكم بمتابعة التجربة، نزرع البذور ونواصل التجربة إن شاء الله. أتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو والتجربة هذه، وطبعا التجربة مستمرة. وإذا في عندكم أي سؤال أو أي تعليق ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.